خير الذكر وأفضل الكلام القرآن الكريم وقارئنا الشيخ محمد حسن الخياط يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله عليم خبير إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إن وعد الله حق إن
إن الله عنده علم الساعة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ليتنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي لكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء عشنا في رحاب تلاوة عطرة مباركة للقارئ الشيخ محمد حسن الخياط يهدي ثواب التلاوة إلى روح فقيدة الشباب وزينة الفتيات
نجلة الأخ الحبيب المهندس صلاح جاهين، أسأل ربي أن يتغمدها بواسع الرحمات وأن يتجلى على والديها بالصبر والسكينة. باسم الأسرة الكريمة وعموم مركز ومدينة أبو حماد بمختلف قراها، أسأل ربي أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعا، في حسن استقبالهم للسادة الضيوف من القراء والعلماء وعموم مشارك العزاء. الجمع الكريم من ساحة القرآن الكريم إلى ساحة العلم والعلماء، فالعلماء